ما هو الفرق بين أحد وواحد؟ لماذا قال الله تعالى قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد؟ أولا، واحد مفتتح العدد، فتقول واحد واثنان وثلاثة. أما أحد فمنقطع العدد، فأحد ليس له ثاني. ثانيا، واحد له مؤنث، فتقول واحد وتقول واحدة. أما أحد فلا يؤنث، وهذا مقام تشريف. ثالثا، واحد يأتي وصفا لأي شيء، فتقول رجل واحد وكتاب واحد. أما أحد فاختص به الله تعالى وحده، فتقول الله أحد ولا تقول الرجل أحد. رابعا، واحد يتجزأ وينقسم إلى أبعاد وأقسام، فالواحد يتجزأ إلى أرباع وأثلاث. أما أحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فأحد يعني الوحدة. خامسا، واحد لا يفيد النفي المطلق، فعندما تقول ما قتلت واحد تحتمل أنك قتلت اثنين وثلاث، فالنفي بواحد لا يبرئك. أما إذا قلت ما قتلت أحد فهي البراءة. سادسا، واحد تستخدم للعاقل ولغير العاقل، تقول رجل واحد وجمل واحد. أما أحد فلا تستخدم إلا للعاقل، وهذا أيضا مقام تشريف. سابعا، واحد صيغة اسم فاعل، أما أحد فصيغتها صفة مشبهة، والصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل. فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كررها فإنها تعدل ثلث القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.